14 في حرية وكرامة. ما نجموش تم حرية بدون قيمة مركزية دخلتها. 3 سنين تعدت من الثورة ومازال الفقر والتهميش ضد المرأة، هذا مش تعدي على فكات توينسا؟ وما عندناش خيار، على خاطر شنو غير الحوار؟ الفوضى والعنف. شنو غير الحوار؟ هو تحطيم هذا البيت الجميل اللي اسمه تونس. شنو غير الحوار؟ أنه التونسي يضرب التونسي، وهذا مرفوض. حوار هو الحل لإنقاذ بلادنا. راهو الأصل أن نكونوا متنوعين متعددين، مش لتجيش حاكم مش لتوابع سكر. راهو تونس زي ما تكون جنينة حديقة فيها 100 وردة.